بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرس قاني بقول يا أفر الصدنات كتابك الرحيق المختوم صفحة لما بقول يتضبي أفرتا وحود بس على بلوغ الدرس قاني كي هرأو مدى استعداد أبطال المسلمين هل يدي مسلمين تاها ديار قرأو قوضا اي دقال كو ديار قرأي سيهين هل كو قارسي سيهي يا قصة كلا لسوق عطي جاءت وحاتمد جاءت وحاتمد نسوة هوين او من المؤمنين مؤمنين تكمدا يا الى ساحة القتال قوبت الدقال كأي يمدين بعد نهاية المعركة الدقال كمركو نماذي كدب. قال أنس بن مالك حولي لقد رأيت وحن أركي عائشة بنت أبي بكر أيان أركي وأم سليم بان أركي وإنهما يقوى اللبضوضو لمشمرتاني أي حيد حيتين أما أي حنجرتين مرضى أي كرقاتين مركلا الشقين أيو وأرى أن أركي خدم سوقهما كوب كوضا أما قمدو ذا جنجمانكي كسوقنا أن أركيو كواسو تن قوزاني نوصو حمبارية تن قوزاني حمبارية أي تحملاني واي رياض أدقوي وان هذا اللي استعمالين هنتي عربي هرؤ قديم أوه كواسو تن قوزاني أي تحملاني حمبارسا القربة سبرا ربية على متونهما دبر كوضة كو حمبارسا أو تفرغانه كو رابنا أما كبنين في أفواه القوم رقي راوعها يرقي هرات سنة أفكالا بيها وقشبه ويلا لما هيو مركان نوال بأفكالقاد بيها الله وقشبه. ثم هدنا ترجعاني مقالدي مدينة يكون قنيان فتملئانها ويسوبو حنيان قرب ديدي وسام بيها الله وقشبه طوانناكي هرون سوشاقني دروسي هرون سوشاقني. ثم هدنا تجيئاني وإيمانيان فتفرغانه وحيكوبانينيان ويسينيان في أفواه القوم رقع أفكاضا. وقال عمر نوحي لإسوه كشاكيني كانت وحيد أم الصليط إسلامت أم الصليط لإلهدو من نساء الأنصاري أنصارت الدمر كوضا كم ذي وحي أهيد تزفرو تي نوصو راميسا تزفرو تي نوصو راميسا لنا أنغا القربة قربتك قربت وسامبيا لغشبته يوم أحد مالنتي أحد وكانت وحاهايد وكانت وحاها في هؤلاء النسوة وين كان يميد مركا إسلامك دقالكم مركو لماذا وين كي يميد وحاكمدها أم أيمن بركة الحبشية ومولدي النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد هو يدي زيد بن حارثة حاسكيسي لما مركي رأت أي عركتي أم أيمن فلول المسلمين مسلمين تي فرحت كأهاء وكوي صبح صدي أو يريدون دون يدخول المدينة مقالة إني صغلان أخذ دوحي بالوضي تحثوا إن كفر لسعة ترابة عرضة أم عيدة في وجههم وجهوا ذا إن كسا إلا عيدة وجهوا ذا إن عيدة كسا إلا أو تقولوا لبعضهم قاركوا ذا كتلا هذا هاكوها المغزلة مصفتها مصفت وناغاتيهين ناغاتيهين رقمتي إذن أبدا دقال كسو عررتين مع نبي قد كسو عررتين رقمتي إذن هوين بعد نقطاني هوايا وحي هوينك المغزلة مالكم وحلقو غزلية وهي او هوينكو اي كسمعيان قريها اي كفل اي دارك كفل كيان دارك اي كفل كيان وهلوم ما اسكا كان مركا نين متي دي لين سيفك سيفتا اذن اسكا كان. ثم مركا سارع دوي اردي الى ساحة القتال قوبة الدغالك اي كو اردي فاخذ دوحي بلاو دي تسقي اني ورا بسأل جرحا رقا راوعا اني ورا بسه فرماها وحا توقتي حبان
ابن عرقة نين ليدا حبان ابن عرقة يا وحو كتو اكتب بسهم لب فوقعت للك أي كرد عضي وتكشفت عورادة دينا ويفي يدين تقدركي مردي با كاق عضنتي فأغرق وحو لا كمان شاضي عدو الله عدوك إلهي في الضحك قصل يعني قصل بو اقعي سو إنكو من الان أغرق بيتر هذا عربته إنكو نو اقعي ده هدو دمشو إيقا نو غرقومي قصل كيبا غرقيي وسيدي بيها أكله حجر من نفسن كريا قفكو مركو آذو قصل من نفسن كريا فأغرق وحو كمان شاضي أما اقعي عدو الله عدوك إلهي في الضحك قصل فشق ذلك أرنت أسا واحد ابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع وحسي إلى سعد بن أبي وقاص سهما لبوسيئو لا نصل له أمبر كجر لب أمبر لهين وان أبري لهين أيوسيئي وقال وحكور إرمي به كتوغو فرما ووتوغتي به لبكي سعد سعد با كتوغتي فوقع وحكور دعي لبكي السهم لابكي في نحر حبان نكي حبان ابن عرقها وحكا قد عيها في نحره هل كان قلوديس أما دونتيس أيو كد عي فوقع اسنو دعي مستلقيا سوء قدات كب اللعبين لعتانكي حتى تكشف إلى اسنه أي مرضي كفا إذنتو فضحك ووقص لرسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم حتى أنت بدت أي كم موقتين واجده قوسهيسي ثم مركا كدب قال وحولي استقاد لها وحاو أبا القدي وقصاصي استقاد لها وحاو قصاصي سعد أجاب الله دعوته دعوة دعديس إلهي أقبله مركا سعد وحو أهانجري مستجاب الدعو ما أنت سور رسولك ودعيه وحو إلهي بريه وهل جري بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب هدنا وعنوان كلو جانبية مركو رسولك قاري صلى الله عليه وسلم قشي انت سو أحداث لقشة كين يدعدو ينكاس وانت قشي سفي عن لو تقين ولما مركي استقر وكسق ناضي رسولك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقره برتيس عصب ومن الشعب قشي خرج وحاب بحي وبنانك ماشي بنانك وقبحي علي بن أبي طالب أياب بحي حتى ملأ إلى وكسر داميو درقته قاشان كيسي قاشان عاق وحوه هستيسان وهو بيها لقشو بكرو ما أنبياء يكسر داميي من المحراس يكسر داميي مقر مقر كوا ميل بيهو أي فريستان وامجيد بيكوتا لاما dagax gudhihi bay ku taala ama dagax jeexan gudhihiisa ay fariistaan ama geed bay dhex galaan moqor baa la yiraahdaa dadka reemiga ayaa yaqaan qila waxa la yiri saxratun waa dagax ama salax manquratun oo dalosha oo tasacu kathiiran biyo badan qaada waa moqorkii wa qila waxa la yiri ismu maa'in bi uxud waa biyo meel biyo ay fariistaan oo uxud كتا الله ماشا سنة ومقع ساليدا مهراس فجاء به بيه بأكان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه سوبيها وعبه فوجد وحو كهلي رسولك صلى الله عليه وسلم له بيه ريحا قرآن في عنين فعافه اسكدي ذي مركا معب بنوك فعافه ونعي عافه حليلا وحاد عبي ويدا معبوني ويدا فلم يشرب منه كمعب وغسل عن وجهه وجهي سايوح كغم يرئون الدم الديقي وصب على رأسي مدحي سنة وكشبي ثم مدح أقوى سدوه يقول يسوى رسول كل اشتد وحا كؤت كاذي غضب الله على ذي إلهي على من قلع يو كؤت كاذي قل ذا سوى الدم كديجي وجه النبيه ألا النبي قيس وجهي سكوى كديجي وقال سهل نوح يري والله بان قدارته إني أنا ولا أعرف وحن أجهي أنقرنيا أنا قانا من قفك كانها يغسل كيم ميدا جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي داو عيسى وأنقرنيا بني وأنا قانا
ومن قفكين وانا قانا كان ها يسكب الماء بيها وشبيي وبما دوي وحي لقد دويينا وانا قانا كان ذو حيات فاطمة وابنته رسولك إن انتي سي تغسله تي كما يدا ديغا أي هاي وعلي علينا يسكب الماء بيها يوحي وغشبيي بالمجن غاشانكيس ويل كلام هاي غاشانكي وي ولي مجنغو فلما رأت مركي أركتي فاطمة أن الماء بيها أي ماشي كل قيس نبركة لا يزيد الدم ليك إنسا أزيادين إلا كثرة إنو سيبة تماهن أخذت وحسوق هذا قطعة قبل أو من حصير درين أو تمرات بيسوق هذا فأحرقتها ويقبتي تنبسكي بيسوق هذا تمرك فألسقتها وحكود جسي تنبسكي أي نبر كي سارتي فاستمسك الدم أنك سوديك جوكس دي وجاء وحي من محمد ابن مسلمة أي يمد بماء بي أيو كاني بيها سو عذب معان أو سائغين سعنية فشرب منه النبي نبي بيها سأيو عبي صلى الله عليه وسلم ودعا ودعي له محمد بخير خير ودعي وصلى الظهر صلاة الظهر أيو تكذي سواح دي دقال كيب اللو دي ظهر كذي وي قاعدا سوى رسول كفرية من أثر الجراح راو عيدي تراد وصلى المسلمون مسلمين تنويتو كذين خلفه رسول كذاشي سقعود يغو ينف فردية ينوي فريستين مركا لكن وحا سؤال لبدلي مركا يقدم بيي رسول كمركو غيريوني صدح مع المدكور ميلاحظ رسول كوحو التوكيي سوى يسوى فردية يغونا ايتاغيهين مركا وحا يكون اما تأهرنتو إمامكو هدي علتك السبح كنت مع دي وفرديو ما أمومكو حبا إنو فريستو ما فريستانا يتاقني دي سأيو كنتو كنا يهدو تاقني كارو فقه إهان ساسوي لكن هدي أيان تاسيد عصيح استماتتو أبي سفيان أبو سفيان متدنما ديسي بعد نهاية المعركة دقالكو مركو رما ديك دي بيه وحديثه شاكدي ولا شوك لا شاكايستي مع عمر ولا شاكايستي وعنوان كلو جانبي ولما مركي تكامل ودمايسترمي تهيئ المشركين ومشركين تي استيارين تودي للانصراف ان ماشي اسكا تغان وي قدومان وي كلابتان ماشي كي يمدين اشرف على الجبل اشرف وحا سوكري أبو سفيان با على الجبل بورتي هدنا سوكري مركله فنادى ورد واقي أوحي لأفيكم محمد ميدن كجرا فلم يجيبوه لوم الجواب ولقاء مصي فقال هدنا وحي لي أفيكم ابن أبي قحافة وريا إن أبي قحافة ميدن كجرا وأبو بكر فلم يجيبوه وما يسن جواب فقال هدنا وحي أفيكم عمر بن الخطاب وعمر ما يدن كل حجرا منولي هاي فلم يجيبوه وما إذن جواب وكان النبي النبي صلى الله عليه وسلم منعهم كي كم من عيي أودي ذي أصحابته من الإجابة إن له جواب وما يعني له جواب بالي بك مؤلف كفى لون يوحي ولم يسأل موي الدين أبو سفيان إلا عن هؤلاء الثلاثة صدح ذا مهانا عيد كلي ما ويدينين وصدح ذا محو ويدي أول علمه أغانشيه سأكب حسن يهي يو علم قومه تولكي يقوم كيسا يرير كود السي أغيهين ويقب حسنيهين أن قيام الإسلامي إسلامك إنو استاغو هنقاضو بهم يغا إنو كسغنان صدح ذا إسلام هنقاضي صدح ذا سوء بهن يهي هدي صدح ذا لغا تخلصو اللدلو إسلام مجرى يو أساسو ليه ما هنقاضي فقال أبو سفيان وحول أما هؤلاء كوان صدح ذا فقد كفيتموهم وإن كغفل لاذي وإن تنمعني وي هل كان مركا يماري فلم يملك معلن أو علن كرواي فلم يملك معلن أو علن كرواي عمر نفسه نفتي سأيو علن كرواي
نفتي سأيو حجين كرواي أن قال إنه يلم هني يكعلم واي يا عدو الله عدوك إلهيو إن نبهانتي الذين كوي ذكرتهم عن شاكتي نمانك آد مقع عوضي أحياء وينولهين وقد أبقى الله إلهي وحوكو باقي يالي أكوجرة ما يسوءك وحكو الربا ربكا وحكو الربان وأكود ضمبيان فقال وركا وحوي لمركو انت أوغادي وحورانا يا أبو سفيان قد كان وحا هذا فيكم ذاتك نيل لاي مثلة فالحمين ودقيه يسنكي يذكرك يوحي بالقوي لم آمر بها ما أمرنا أنه أمركم بحنين ولكن ولم تسؤني كما نحمانين أرين دا كما حمين لكن أنه ما أمرين ثم مركا كذب قال وحيري لنا العزة ما يهرتا وحيري ثم قال وحيري أعلو هبل أعلو هبل هبل هاك الرأي هبل هاك الرأي هبل هاك الرأي أيدي وسلم كي أقوينا هنكسر هذا الله فقال النبي النبي حكر ألا تجيبونه مرك ما دينكم نجوابتان فقالوا حلم فما نقول محن لهنا رسولك وحده وحد لهن قول وحد لهن الله أعلى وأجل إلهي باك الرأي كان وين ساس كلها ثم قال هذا نوحي لنا العزة ولا عزة لكم أنا وحنا لا نسلمك عزة لله لكن إذنك عزة مليدين فقال النبي النبي حوري صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه ورنك ما ذي جوابتان قالوا حرين ما نقول محن رهنا قال رسول كوحوري قولوا رها اللهم مولانا أنا قرقار هيق وا الله ولا مولى لكم إذنك قرقار مليدين ثم مركا كذب قال أبو سفيان وحوري أنعمت فعال هول في عنده هول سرع هول في عنبا ما أنت العذيوي وحفي عن أنعمت فعال وإنت ولا سوق قبتا أي ارتفع وحسرقك عي ما ركتي النجا يا سرع ما أنت النجا ما أنت كرينا وي النجا كرينا يوم بيوم يوم مال أو بيوم بدر يوم بدر أودك أنت سو ما هبو سيدا ذرنا والحرب الدجال كون السجال وأوذان كل بن جيدي شلي هدا جيدين ما أنت جيدني فأجابه عمر عمر بأجوابه وقال وحولي لا سواء مسنين حاجر قتلانا أنا رجي 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 يجي للاي في الجنة الجنة أي كجران وقتلاكم كوني لدرنا في النار نار تكجران ساسين عن أسنين ثم مركا كذب قال أبو سفيان وحولي هلما إلي إيكال يا عمر عمر كالي حبان كوي ديني مردان دقال لقجن دقال كده ماضي وأن شرف له إنه خياني إيا لقم يابو فقال وحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إئته أتك فانظر إيق ما شأنه بل وحو ربه وحو أرنكيسو يهي بل سوء فجاءه عمر عمر بأيمد فقال وحكور له عمر أبو سفيان وحو عمر كويري أنشدك الله يا عمر إله بانك قد داريي أقتلنا محمدا محمد ميان دلي وليهم قريبا كجرة إن النبي قد دلين قال وحو عمر اللهم الله وإنه نبي قل يسمع ليستمع كلامك هذا الكاغن ودقي السنة يا الآن حد قال أبو سفيان وحو أنت أذيك يا أصدق عندي كرهن شاقيد بضان من ابن قمئة ابن قمئة يقول لها نبي بان دلي أذا إيقرهن شاقيد بضان وأبرو كان بارسان وكردق النقل وكخير بضان يعني أذا كخير بضان كسوا بيناله مركا فيري يعني إساقو يلدق على ميان ويهل كارنتو أي قادو يا وحاويان مركا سواحي رميسان يعني يكون كالسوينيهين أصحابت يا نبي قاي مواعدة التلاقي في بدر يسقى الله جب الله ماي إن بدر لجوه كل ما سنة كساس على سنة كأفراد هجرة إن بدر ليسوي مادو ولي إذن كنا بدر بالين كل عيء ولين كجبي عيء إذن كنا أحد بعض أصحاب بدن ليسان وحمد إذا جبين وجب معهنه جب وأمركي
أما دول لقاها قفصة أو لقوا بركة عيو أما لقوا موردوغو هانتي دا دو دان للاو ريغو مركا جاب ماهي وحي مسلمين تاكود عاي جاب ماهيني رقم بالغا لاي لكن عيل باي قبانا وحا ليلي وحا إنوها دا إسكهريمات كالي قال ابن ساقو حولي ولما مركي إن صرف وقدومي ودبو لابتا أبو سفيان يومن معه انتي لسعتي نادا ودواقي وحولي إن موعدكم بلنتين الدنبي بدر وبدر بدر بان اسكو أركينا العام القابل سنة كسو سعودة فقال وحولي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم لرجل نن ومن أصحابه أصحابتي سكمدة وحكي له قل واحد كتر هذا نعمها هو بدر يا سنة كسوس على يا بيننا النجا يا وبينكم إلينك موعد بلان إنو ساسا لوكا لتجي التثبت إن لسي هبصبة هبصشو هل بالسي استعبت ترى سومالي التثبت إن لهبصبة الله سكته من موقف المشركين مشركين تا قوان كود مركان واق قوان او اه نمان كي من نقدين او مكام يكون لابتين ميسا وحي ربعين المدينة كدولان ميسا وحي ليهين مسلمين تا انكسوا النقن ويجلعانه ثم مركا كدب بعث وضر رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أي الدري فقال وحكوا أخرج بح في آثار القوم لمن كي مشركين تهيد قريشات إيو إيو إسبهايسية دوادي إيو جرجير تيوتين رات كو دقات فانظر بل صوف فيري أو صوف سو ماذا يصنعون بل وحي سميان إيو وما يريدون وحي دونيان مرك رسولك وشي بحر فإن كانوا هدائيهين قد جنبوا الخيل لمن فردها لغيسيي فردها لغيسيي فرد سارين وامتطوا الإبل جيلنا كري هديهين سداس حالده هديهم فإنهم يريدون مكة مكة يوصلان مكة ستغي وإن كانوا هديهين قد ركبوا الخيل لمن فردها فولي وساقوا الإبل جيلنا كحينية فإنهم يريدون المدينة مقالة المدينة أي الربعين يقلان وحسير راعي النبي والذي نفسي بيده من قدرته لئن أرادوها هدي مدينة دمعان مدينة الربعين يدونيان إن يقلان لأسيرن إليهم وأن أصعنيا لأسيرن وحن أصعنيا أن آذيا أنقنا إليهم يجي فيها مقالة المدينة يعني سؤال كينا ثم مركا أكدب لأناجزنهم وأنكو كالبحينا ماشاس أيانكو كالبحينا كالرب أي نوتة مقالة المدينة قال علي وحجري فخرجت وان بحي في آثارهم رات كودي أنا قاضي أيام بحي أنظر أنا فيرنا يا ماذا يصنعون وحي سمين أيان وحن أركبوا لفجنبوا الخيل فرده أيك حيين وامتطوا الإبل قيلنا ويكورين ووجهوا مكة مكان ويآذين رواية كلو بخاري كسو عرورتي وحاوي أن الذي خرج في أثار المشركين هو سعد بن أبي وقاص حدنا عنوانك كالي تفقد الجرحى تذكر أن تيوال رمي واحد لا تفقد القتلى رجل اللايي ولا إيجيو يوال جرحى داوع سواء فيرين أنت نين دمتي يا مع يضع هذا رجل دمتي نول بمجي يسال الرهادين يو أنت دمتي يا أنت داوع عبا وفرغ الناس تذكر بحقوق عم بنا نادين مر هالدين منك أي تجين لتفقد القتلى تذكر اللايي يشهد ذي إن حالات دو دا الله كور قالو ولو أغادا نواليبا مقعيس رقي دنتي يو الجرحة كوي داوعها بعد منصرف قريش منصرف قريش قريش مركا إسكا تكتا إسكا لعبتاي أي قدونتي قال زيد ابن ثابت وحو يدي بعثني وحا إدري رسول الله رسولك إلهي
صلى الله عليه وسلم يوم أحد ما لنت أحد بإدري أطلب أن يقول راذنية سعد ابن الربيع صحابي اللي يدى هذا سعد ابن الربيع بل سوء وقوله إنو نولي هاي إنو لنتي. فقال رسولك وحيقولي ليه أنيقى إن رأيته وهدى دركت إساقه أو نول هدى دركته فقرأه قارسي مني أنيقى السلام السلام إيقى قارسي وحد كتلا رسولك إلهي بكسو سلامي وقل له حانت كتلا هذا يقول لك وحكليه رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك محادر ميسا اسكور رنسيتهاي. قال وحولي مركة زيد بن ثابت أصحابي يركا هاي قرآن وحيق قرن جريمات قرن إيسان قرآن كجمعيي فجعلت وحن بلا باب ودا أطوف إنا نحوري بين القتلى رجل لي لدي لي فأتيته ونؤمد سعد بن الربيع وهو إساقه بآخر رمق إرقدي وقدم بيسي كسوغن إرقدي وقدم بيس نفط أي كسي بحيسو فيه وحكوتا لو أن كتر نبولي 70 ضربة تضباتا ضربة لوضو سيف أما واحد تلا 70 ضربة تضباتا نبر أي كوي اللي كوا سأود حايا ما بين طعنة ورين برمح ورن لغو ورامي وضربة هي ضربة لغو دفتي بسيف سيف لغو دفتي هي ورمية توقش لغو توقتي بسهم ليب صدح الله هبا لأليك سنجري. فقلت وحنكوري يا سعد سعدو إن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يقرأك السلام وكسو سلامي ويقول لك وحن كلية هاي أخبرني إيشك كيف تجدك سدى الدريميسو يا سدى التهي. فقال وحويلي سعد بن الربيع وحويلي وعلى رسول الله السلام رسولك إلهي السلام ما أهتو قل له حد كتل هذا يا رسول الله رسولك إلهي أجد ريح الجنة جنة عرفت هذه أي الدريمي يا أنهلي وقل وحد كتل هذا لقومي الأنصار قوم كي أنصار هند وحد كتل هذا لا عذر عذر دار لكم إذن كإذن ما سقنان عند الله ألا أكتيس إن خلص هدي الله تقول لقاربة إلى رسول الله رسولك إلهي هدي عدو رسولك قاربة وفيكم إذن كأو نحذينا أيتها عين إل أو تطرف اللي بيقسانيس إل نول با هدي إذن كجرت روح نول إنتو نول يا قفكو واللي بيقسانيا وفاضت نفسه نفتيسي ويدو شيء ويبحضي من وقته إسلا وقته يسيبا كاسنا وحاويان وأنك اللي يدهده سعد من الربيع مركا هذا نوح على سوق هذا نيا لبان أوكله شيكوذات بالسوق هذا نيا مصدح أن أوكله والله سبحانه وتعالى عالم.